مشاهدينا نذهب سريعا إلى مدينة ديفوس بسويسرا لمتابعة كلمة رئيسة الحكومة البريطانية تريزا مي أمام منتدى ديفوس الاقتصادي، فإلى هناك. لديها حصة في النمو، والمنظمة التي تعمل على التجارة تحتاج إصلاحات أكثر لتأكد أنها تتماشى مع التنمية في المجتمعات النامية. على سبيل المثال، إن بعض المفاوضات الجديدة تحاول أن تصل إلى نتائج طموحة، ولكن التجارة ظلت راكدة. وإذا نظرنا إلى علي بابا وأمازون والكثير من الشركات، أصبحت شركات عالمية وأخذت دور مركزي في حياة الملايين والمليارات في العالم. WE2 كانت تجاهد في إزالة الحواجز التجارية لأكثر من 20 عاما. التقدم في هذه الأمر مهم جدا، لأن الميزات التكنولوجية تستمر في التحول الجذري للبشرية، ويجب أن يكون لدينا إطار عملي عالمي نعمل به لنتأكد أن الجميع يستفيد من ذلك. وبالفعل الوصول للإنترنت تم تقديره كأن يكون لديه الإمكانية للزيادة ودر مليارات الدولارات وخلق ملايين الوظائف في البلدان النامية وحدها. وهو 35% من الراشدين في أفريقيا لديهم حسابات على الهواتف الذكية، والآن تأثير التكنولوجيا يتزايد، وفي أعوام قليلة لن نستطيع تخيل حتى قدر التأثير. تم إنقاذ طفلين في أستراليا من خلال استخدام التكنولوجيا، فاستخدام الذكاء الاصطناعي هو محول للرعاية الصحية. فهناك تقليل عدد الجراحات الخاصة بسرطان الثدي بنسبة كبيرة جدا. لقد وصلنا إلى مستوى نستطيع أن نقول به في أي بلد أن نستخدم لغة التكنولوجيا. الشركة الموجودة في بريطانيا وهي رائدة في علوم المعلومات والذكاء الاصطناعي تحاول أن تحمي الشركات من غسيل الأموال واستخدام التكنولوجيا في الإرهاب. بكل هذه الطرق يجب أن نستخدم قوة التكنولوجيا، وهذا ليس فقط من مصلحتنا فقط، ولكنه أساسي لتقدم البشرية. ولكن هذه التقدمات التكنولوجية أيضا تطرح تحديات جديدة والتي يجب أن نواجهها. على سبيل المثال، أي مشكلة تأتي بالتكنولوجيا ستؤدي إلى تقليل الوظائف في المستقبل، ونستقلق حول تأثير التكنولوجيا الجديدة وأيضا تأثير التكنولوجيا على الأطفال واستغلال الأطفال ومعنى ذلك وتأثيره على أمن وسلامة الأسر والأطفال. لذا اليوم أنا سأتحدث عن كيفية استخدام أفضل استخدام للتكنولوجيا، ولكن أيضا كيف نخاطب ونحل هذه المشكلات التي قد توجهها التكنولوجيا. على مر التاريخ، منذ اخترع الكهرباء والمصانع، إن التكنولوجيا أحدثت تطور كبير جدا والتي وصلت إلى نتائج عظيمة، ووجدنا طريقة لجعل هذه التكنولوجيا تفيد الجميع، والآن يجب أن نجد الطريق للقيام بذلك مجددا. دعوني أبدأ بكيفية استخدام التكنولوجيا و الاستفادة منها. هناك شراكة بين المشاريع حتى نرى الفرص التي تخلقها التكنولوجيا وتخلق وظائف أفضل. ولهذا السبب في المملكة المتحدة أنا وضعت استراتيجية تنمية المشاريع الجديدة في صميم أجندتي، وهذا مهم جدا لتشكيل اقتصاد أعدل وأقوى. يجب أن نفهم ما ستقدمه كل حكومة، لأنني أعتقد أن قوة المشاريع كقوة للخير كبيرة جدا. أعلم أن
السوق الحر التنافسي هو الذي يخلق التنافسية ويخلق الإبداع والابتكار ويؤدي إلى الكثير من الفوائد التي لمسناها فعلا. ولكني أفهم أيضا أن الحكومة لديها دور جيد في خلق الظروف التي يمكن أن تنمو فيها المشاريع الجيدة حتى تسهم في مستقبل أمتنا. لذا رسالتنا الاستراتيجية للعالم واضحة، يجب أن نكون من أفضل الأماكن في العالم التي ستبدأ في إنشاء المشاريع واحتضانها الاستراتيجية، هامة جدا، وهي تدفع المشاريع المحلية وأيضا على المستوى العالمي، وهي أيضا ستؤهل الناس بالمهارات وتعطيهم الإمكانيات حتى يكونوا ناجحين في الاقتصاد العالمي. لذا إذا أردنا أن نحصل على دعم الشعب من النظام القانوني، يجب أن نفهم في هذا المؤتمر في دافوس شعور العاملون لمدة 20 عاما والذين يجدون الوظيفة الذين يتقنوها الآن لن تكون وظيفة المستقبل وستتغير. والإجابة ليست أن نتظاهر أننا نستطيع أن نترك الأمر لسوق العمل ليحل المشكلة. علينا أن نفعل ونعمل بعزم حتى نجعل الناس تستفيد من الفوائد العولمة الآن. لذلك استراتيجياتنا تركز على دعم الوظائف الجديدة والمشاريع التي تقوم على قوة المواطنون. على سبيل المثال في الشرق من بلدنا نحن نولد ونخلق آلاف الوظائف في شركة كاثيمنز، ونحن نحاول أن نخلق وظائف جديدة. لذا نحتاج أن نجعل الناس تؤمن وظائفها في المستقبل حتى. ولذلك نحن وضعنا نظام تعليمي تكنولوجي مفيد للمستقبل، وهذا يجعل نظامنا التعليمي الأفضل. نحن أيضا نضع نظام تدريبي حتى نجعل الناس تتعلم على مدار حياتهم المهنية. وأيضا نحن نضع مؤسسات من بينها 16 جامعة ومعهد حتى تقدم التدريب وإعادة التدريب لهذه المهارات. وأنا أعلم من محادثتي مع الكثير من الشركات جديتهم في التعامل مع مسؤولياتهم الاجتماعية للإسهام في هذا الأمر حتى نوفر فرص جديدة للمواطنين في سوق العمل الإلكتروني. ولكن هذه الاستراتيجية التي تعمل على الشراكة بين التكنولوجيا والمشاريع والحكومة هامة جدا، وهي تحاول أيضا أن تجعلنا نستفيد من فرص التكنولوجيا المستقبلية. فنحن نقدم أفضل زيادة في البرامج العامة والتي تزيد من قدراتنا على الاستثمار في مواطنينا بنسبة كبيرة جدا. ونحن أيضا نستخدم تكنولوجيا قليلة الكربون، ونحن نستخدم التكنولوجيا لنوفر حاجات المجتمع. على سبيل المثال نحن نستخدم قاعدة بيانات حتى تحلل الأمراض بشكل أبكر وتشخصها. ونحن في المملكة المتحدة أعتقد أننا رواد في الذكاء الاصطناعي، نبني شركات تقوم على الذكاء الاصطناعي. أنا أعتقد أننا أيضا في بداية ما يمكن أن ننجزه. تخيلوا عالم يوجد به سيارات أوتوماتيكية ويكون فيها عدد الموتى أقل، وتخيلوا عالم توجد البنية التحتية تجعل الوظائف الأساسية أكثر أمان، وتخيلوا عالم نستطيع التنبؤ به بالأمراض. هذه هي المميزات التي يمكن أن نراها ويجب أن نراها ونغتنمها. لذا المملكة المتحدة أدركت من ضمن أوائل بلدان العالم أننا لدينا دور يجب أن نلعبه. لقد رأينا مشاريع جديدة تخلق في المملكة المتحدة كل عام، كل أسبوع في العامين الماضيين، ونحن نستثمر في المشاريع الجديدة. وأنفقنا 35 مليون دولار يورو أقصد في المشاريع الخاصة بالتكنولوجيا. نحن عازمون بالتأكيد على أن نجعل بلدنا المكان الذي يأتي به الناس ويروا الفرص للذكاء الاصطناعي وللمستقبل. وكما نرى هذه الفرص
التكنولوجية. احنا يجب ايضا ان نشكل تغيير حتى نضمن انها تفيد الجميع، وهذا يعني انها تفيد الناس في وظائفهم وحياتهم اليومية. بالفعل التكنولوجيا تغير طبيعة عالمنا وتجعل الناس حياتهم تتغير، لذا يجب ان نتأكد اننا نراقب تأثير التكنولوجيا على الناس. هناك استخدام للتكنولوجيا والذي غير انتقال المواطنون بين وفي كل أنحاء العالم. هناك قضايا الأمن أيضا وقلاقل للعاملين. الإجابة ليست إغلاق المشاريع، ولكن مواجهة هذه التحديات والقلاقل ووضع نظام وحماية كبيرة حتى تجعل هذه التكنولوجيا تفيد العملاء والموظفون بشكل متساوي. لذا يجب أن نحمي العاملين، ويجب أن تكون هناك مرونة في المشاريع. يجب أيضا أن نتأكد أن هذه المرونة تفيد الجميع ولا تصبح صفقة أو اتفاق يفيد طرف واحد. وهذا هو فكر الذي قمنا به في الحكومة في حكومة المملكة المتحدة، ونحن نعمل على تنفيذ ذلك بشكل أكبر حتى نجعل حالة موظفين أكثر ارتباطا وفهما بالوضع الحالي بالحديث على التغير التكنولوجي في بيئة العمل وفوائده. يجب أن نتأكد أن الناس تؤمن بأن الدور المتزايد للتكنولوجيا سيزيد فرصهم في العمل وسيحسن العالم الذي يعيش فيه. التكنولوجيا والإنترنت لديها فلسفة مهمة تربطنا، وهي هدفها تحسين حياة الناس وبطرق كثيرة حسنت حياتنا، ولكن حتى الآن لا يوجد قسط ونصيب عادل للجميع. هناك بحث في المملكة المتحدة وجد أن 7 من كل 10 أشخاص لا يقومون بالعمل الكافي في الشركات التكنولوجية لوقف الأعمال الغير أخلاقية وفي برامجهم ومنصاتهم التكنولوجية في مواقع التواصل الاجتماعي. وأعتقد أن نقص الثقة فعلا مدمرة ويجب أن نواجهها في بعض المجالات. يعني ذلك أننا سنحتاج تشريعات أكثر، وفي مجالات أخرى هناك قواعد لعمل المتحضرون وكيفية العمل بدون حتى تشريعات. نحتاج إلى ميثاق، وفعلا وضعنا في المملكة المتحدة موضحا مبادئنا في العمل ومسؤولياتنا تجاه العالم الإلكتروني الافتراضي. أعتقد أن الأمر مفيد للمشاريع أيضا، لأنه يحاول أن يدعم المشاريع والحصول على ثقة الجمهور والمجتمع، وهذا يحتاج مجتمع المشاريع والمجتمع الأعمال. لذا أن النفس لديه لذا فإن الإنترنت يجب أن يكون حرة ومتاح للجميع، ولكن يجب أن الناس تفهم الدور الذي عليها. ولكن المعلومات الشخصية يجب أن تحترم وتستخدم بشكل لائق. الحماية يجب أن توضع أيضا لمساعدة تأمين الناس أونلاين وخصوصا الأطفال. والفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي جلبتها التكنولوجيا الحديثة يجب أن تقسم بعدل. وأيضا نحن عازمون على جعل المملكة المتحدة قائدة في العالم في الإجراءات الودية، الإجراءات التي ستجعل المملكة المتحدة أفضل مكان للبدء في مشاريع تكنولوجية، وأيضا الأكثر أمانا أن تكون على الإنترنت من خلاله. إن منطة التكنولوجيا تتخطى الحدود الجغرافية، ولا تستطيع بلد وحدها ولا قارة أن تقدم المسؤولية التي نحتاجها من هذه المنصة. شركات التكنولوجيا والمستثمرين وكل شركاء الدوليين يجب أن يلعبوا دورهم ويقوموا بمسؤولياتهم. أولا شركات التكنولوجيا يجب أن تقوم بدور أكثر للالتزام بمسؤولياتهم للوصول إلى تأمين النشاطات على الإنترنت، و لا يجب لا السماح
منصات الإنترنت حتى تستخدم في العبودية الجديدة واستغلال الأطفال والإرهاب ونشر خطاب الكراهية. لقد تقدمنا في سبتمبر الماضي، لقد تحدثت مع الرئيس ماكرون في مؤتمر الأمم المتحدة حتى نتقدم أسرع وأكثر في تقليل المدة المطلوبة لمحو المحتوى الإرهابي من الإنترنت، ونحن يجب أن ندعم جهودهم حتى نوقف هذا المحتوى الإرهابي أيضا، ولكن يجب أن نزيد من عملنا حتى نضمن أن هذا المحتوى يزال بشكل أوتوماتيكي. المحتوى الإرهابي أقصده، هناك تركيز أيضا على الوصول والالتزام بهذه المسؤوليات الاجتماعية، وهذه الشركات الكبيرة يجب أن تلتزم بدورها، ويجب أيضا أن يكون هناك استجابة من الشركات الصغيرة، لأن المنصات والشركات الصغيرة يمكن أيضا أن تكون ملجأ للإرهابيين وأفكارهم. يجب أن نرى تعاون أكبر ما بين المنصات الصغيرة والشركات الصغيرة والشركات التكنولوجية الكبيرة. لا توجد شركة تريد أن يكون لديها سمعة أن تكون محتضنة للفكر الإرهابي أو خطابات الكراهية أو استغلال الأطفال. نحن سننظر في قدراتنا القانونية حتى نتواصل مع الشركات التكنولوجية لتقوم بدورها. الوضع الحالي الآن فعلا مهم جدا، لأن المنصات الآن ليست مستضيفة فقط ولكنها أيضا، نحن نحتاج أن نفكر أيضا في الأكثر أهمية للاقتصاد الحديث. نحن نعمل مع شركاؤنا الأوروبيين والعالميين وأيضا رواد المشاريع والشركات حتى نفهم كيف نجعل الإطار الحالي للإنترنت والتكنولوجيا يصبح أفضل لنا، سواء إذا كان هناك حاجة إلى مفهوم أفضل لهذه المنصات، ولكننا سنستمر للقيام بذلك على أي حال. ثانيا، المستثمرين يمكن أن يلعبوا دورا هام من خلال التفكير في الدور الاجتماعي لمحتواهم ولنشاطاتهم، هذا مهم جدا. إن حملة الأسهم يجب أن يلعبوا دورا مهم جدا أيضا، لأن الشركات ليست مستدامة إلا إذا كان لها دعم من المستثمرين، لذا يجب أن يستخدموا هذا التأثير حتى يتأكدوا أن هذه القضايا تعامل بجدية. على سبيل المثال، في أوائل هذا الشهر حملة الأسهم في بريطانيا طالبوا أن تويتر ينشر معلومات أكثر عن الاستغلال الجنسي وخطابات الكراهية والمحتويات الإرهابية وما إلى ذلك. لذا المستثمرون يمكن أن يحققوا اختلافا كبير من خلال ضمان الثقة وجعل هذه القضايا يتعامل معها بجدية، وأنا أحثهم على القيام بذلك. ثالثا، في عصر تكنولوجي رقمي نحن يجب أن نضع قواعد يشاركها الجميع. لذا معنى هذا يجب أن يكون هناك دور نستفيد به من الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل. لذا نحن نريد أخلاقيات تكنولوجية جديدة، ويجب أن تنتشر في العالم حتى نجعلنا نفهم أكثر كيف نوفر ونضع المعايير الأخلاقية للعمل التكنولوجي والرقمي. وأنا سعيدة أن المملكة المتحدة ستنضم في المنتدى العالمي للإسهام بذلك، ومحاولة أن نخلق حوكمة جديدة لهذه التكنولوجيا الحديثة. الكثير من القادة في هذا الأسبوع قاموا بالدفاع عن العولمة والتجارة الحرة والتكنولوجيا وما إلى ذلك، ولكن الفكرة كيف نجعل هذه الفرص عادلة لشعوبنا ولدولنا. إن اختبار القيادة هو ما هو أفعل الذي سنأخذها، وأنا لدي فهم واضح بأشياء محددة. أولا، هناك طبيعة هامة جدا للتعاون الدولي داخل النظام العالمي وداخل إطار العولمة. لذا كل دولة يجب أن تشكل وتلعب دور في التجارة الحرة والاستثمار الحر، فلا يجب أن نفترق في هذا. ثانيا، يجب أن نقوم بأكثر حتى نساعد شعوبنا في الاقتصاد العالمي المتغير أن يكون لديهم ثقة في التكنولوجيا، وأن نضمن أن لا يترك أحد ويهمل. ولكن ثالثا والأهم، يجب أن نتذكر أن المخاطر والتحديات التي نواجهها
أكبر من الفرص، ويجب أن نحاول أن نجدد الأدوار حتى نواجه التحديات. لذا فإن قوة التكنولوجيا والتجارة الحرة والذي جلبتنا وأوصلتنا إلى هذه النقطة لا تقارن أبدا بالمخاطر التي تقع الآن على عاتق أبناؤنا وأحفادنا. المملكة المتحدة لديها تاريخ عزيز وفخور بالفرص التي استخدمناها ودورها في الشراكات العالمية والتي أفادت العالم كله. نحن الآن مستعدون للقيام بذلك مجددا. لذا معا دعونا نجدد التزامنا في التعاون ما بين الحكومات وبين المشاريع ومجالات الأعمال وبين المجتمعات المختلفة، ويجب أن نستعد للسير في طريق يصل إلى ازدهار يفيد كل شعوبنا الآن ولا أجيال قادمة. شكرا جزيلا.